أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، في درسنا هذا ابتدأنا بأسماء الله الحسنى، ووصلنا إلى اسم الله المؤمن. يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبالعلماء العاملين آمين، قال: المؤمن هو الذي ينسب إليه الأمن والأمان. فالله سبحانه وتعالى يخلق أسباب الأمان ويسد طرق المخاوف، والعبد ضعيف في أصل فطرته، وهو عرضة الأمراض والجوع والعطش في باطنه، وعرضة الآفات المحرقة والمغرقة والكاسرة والجارحة من ظاهره. ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعد الأدوية دافعة لأمراضه، وأعد الأطعمة والأشربة مزيلة لجوعه وعطشه، والأعضاء واللباس والمسكن دافعة عن بدنه، والحواس منذرة بما يقرب من مهلكاته. والله سبحانه وتعالى هو الذي حصن العباد بالتوحيد
من الخوف الأعظم من هلاك الآخرة، ومن ذلك قول إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم لقومه حين قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا النص يشرح به المؤلف اسم الله المؤمن، فهو سبحانه وتعالى الذي يهب الأمن والإيمان لعباده، وهو الذي يقبل أعمالهم ويهديهم إلى الإيمان. فهنا يقول: هو الذي ينسب إليه الأمن والإيمان. فالإنسان لا يشعر بالأمن إلا حينما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى المؤمن، ولا يشعر سبحانه ولا يشعر العبد إلا بالتجائه إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يخلق أسباب الأمان ويسد طرق المخاوف. الشيطان عدو المؤمن، الشيطان يحتار كيف يريد أن يعيش المؤمن بقلق دائم، يخوفه من كل شيء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، فالشيطان يريد دائما أن يشعر الإنسان بأنه معرض للهلاك، معرض للفقر. لا تنفق يوصلك الإنفاق إلى الفقر، لا تتصدق فأنت أولى بالمال، وهكذا يخوفه. إذا ذهب ولده وتأخر فيأتي الشيطان ويوسوس: تأخر، أكيد هذا صار مع منه حادث، أكيد صار مع منه شيء معين، أكيد. ثم هذه الوساوس كلها تكون لا شيء وهباء منثورا، ويأتي الولد وقد تأخر لسبب وجيه، سيارة تأخرت، المدرسة يعني صنعت شيئا، أخرت الطلاب كذا، يعني مسألة من أتفه ما يكون، ولكن الشيطان يوسوس للإنسان حتى يشعره دائما بالقلق وعدم الأمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويدفع العبد دفعا إلى فعل الفاحشة. فإذا كان العبد تقيا مراقبا لله عز وجل فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيشعر بالأمن والأمان، يقرأ شيء من القرآن فإذا به يشعر بالأمن والأمان. إذن فالله سبحانه وتعالى يخلق أسباب الأمان ويسد طرق المخاوف. والعبد ضعيف في أصل فطرته، وهو عرضة الأمراض والجوع والعطش في باطنه، وعرضة الآفات المحرقة والمغرقة والكاسرة والجارحة في ظاهره. الإنسان ضعيف، وربنا عز وجل قال: وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا الضعف ليس عيبا دائما، لا، وإنما الضعف هو مادة العبودية. بضعفه هو عبد الله عز وجل، بضعفه يمرض فيزداد التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، بضعفه تصيبه المصيبة فيزداد التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هو لا يستطيع أن يقوى على فعل معين إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعني قاله هنا: والعبد ضعيف في أصل فطرته، وهو عرضة للأمراض والجوع والعطش، وكل ذلك يدفعه إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى.
وعرضة للآفات المحرقة والمغرقة والكاثرة والجارحة في ظاهره، فهنا محتاج إلى الشعور بالأمن والأمان. ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعد الأدوية. فالله سبحانه وتعالى كما أن العبد معرض لهذه الآفات فكذلك أمامه أبواب مرضى فهنالك العلاج، ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يأخذ العلاج ويلتجئ إلى الله بالدعاء بالشفاء. وهكذا كان ديدن المؤمن. ديدن المؤمن يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، وبين الدعاء يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فلما جمع بينهما شعر بالطمأنينة والراحة النفسية والأمن والأمان، وأعد سبحانه وتعالى الأطعمة والأشربة مزيلة لجوعه وعطشه، والأعضاء واللباس والمسكنة دافعة عن بدنه، وجعل سبحانه وتعالى الحواس منذرة بما يقرب من مهلكاته. الحواس اللمس والبصر والسمع، فهذا كله أسباب في أخذ الحيطة بألا يقع في التهلكة. والله سبحانه وتعالى هو الذي حصن العبادة بالتوحيد من الخوف الأعظم من هلاك الآخر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكرنا في الأسبوع الماضي عن موضوع الذكر، وأن الإنسان كلما ذكر الله عز وجل كلما اطمأن، وأعظم الاطمئنان حينما يقول العبد لا إله إلا الله، أعظم الاطمئنان بقول لا إله إلا الله، لأنه بقول لا إله إلا الله يشعر بهذه الطمأنينة. أي طمأنينة؟ أن من فقد لا إله إلا الله ولم يؤمن بلا إله إلا الله فهو معرض لهلاك في الدنيا ومعرض لجهنم في الآخرة. بلا إله إلا الله يشعر بهذه الطمأنينة، يشعر بأنه هو مؤمن، والله وعد المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض. ألم يقل سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. أعدت للمتقين. وهل تكون تقوى بلا بغير إيمان؟ وهل تكون تقوى بغير لا إله إلا الله؟ فلما يذكر العبد ربه عز وجل ويقول لا إله إلا الله، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا هو الأمن. وهذه الطمأنينة التي يفقدها الكافر، يفقدها الكافر. مخيريق قال عنه صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. مخيريق هذا كان حبرا من اليهود، ولما كانت غزوة أحد قام إلى اليهود، غزوة أحد كانت يوم السبت، قام إلى اليهود وقال يا قوم تعلمون والله أن نصرة هذا النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام واجبة في عنقكم، وأنتم أعطيتم العهود والمواثيق على نصرة النبي الخاتم، وهذا هو النبي الخاتم، قوموا فانصروه، يعني تتركونه للكفار عباد الأصنام أن يحاربوه أو يقتلوا. فقال اليهود، قال ولكن يوم سبت، ويوم السبت نحن لا نتحرك ولا نقوم، كيف أمام يعني مر مع قصص السالفين من أجدادنا لما تحركوا يوم السبت أهلكهم الله. قالوا قال لهم تحركوا بالمعصية وتحركوا بفعل شيء حرمه الله تعالى عليهم، وأنتم مأمورون بنصرة هذا
النبي، فقالوا اليوم سبت؟ قال لا سبت لكم. يعني كيف تطيعون الله عز وجل في ناحية وتعصونه في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قام ولبس ثياب الحرب، ثم قال إذا أنا مت فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم. لأموال محمد، لأنه صار مسلما وأمواله لا يرثها لا أولاده ولا يرث. إن أنا مت فأموالي لمحمد. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانخرط في المعركة وكان أحد شهداء غزوة أحد. فالأمن والإيمان لا يأتيان إلا بالخير، ولا يكونان إلا من الله سبحانه وتعالى بهذا الطريق، طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الذي حصن العباد بالتوحيد. حصنهم من إيه؟ حصنهم من الخوف في الدنيا من عذاب الله. الدنيا الكافر لا يعيش باطمئنان، الكافر لا يعيش باطمئنان في الدنيا، لأنه يشعر أنه معرض إما للقتل من حرب من حروب المسلمين، وإما أن يموت على هذا الكفر فيكون من أهل جهنم. أما المؤمن فإنه إذا قتل فإنه من أهل الإيمان، وإذا مات موتا طبيعيا فإنه يقول لا إله إلا الله فهو من أهل الإيمان، ويشعر بقربه من الجنة. نعم، هذا الصحابي الجليل الذي دخل على عامر بن الطفيل يقول له إني رسول الله إليك، لكي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأشار إلى بعض الناس من ورائه فأخذ الرمح وطعنه، فدخل الرمح من بين كتفيه وخرج من بين ثدييه من صدره، وهذه يعني أشد المناطق ألما. فلما شعر بذلك أمسك بالرمح هكذا وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. كيف فاز وقد قتل؟ لأنه لا فوز إلا بالإيمان، والله سبحانه وتعالى يعطي الشهيد يعني هذه العطاءات، فيرى مقامه في الجنة حينما يطعن أو حينما يقتل. الشهيد له عطاءات في الدنيا ولحظة خروجه من الدنيا، من جملة ذلك أنه مجرد ما طعن فإنه يرى مقامه في الجنة، وتتبدى له زوجاته من الحور العين فإن يراهن، ويغفر ذنبه من أول قطرة دم، ويجار من عذاب القبر. هذا الشهيد. فهنا والله سبحانه وتعالى هو الذي حصن العباد بالتوحيد من الخوف الأعظم من هلاك الآخرة. هلاك الآخرة، وهل هنالك هلاك أعظم من دخول النار، أعظم من عذاب جهنم؟ لا يوجد ولا أعظم من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. وهذه الآيات الكريمة أو هذه الآية الكريمة تنقل لنا قول إبراهيم الخليل، كيف أنه كان بهذا الإيمان العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهم يخوفونه بالأصنام، أنه أنت تتكلم عن الأصنام وتقول هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، وأنت يعني تستهزئ بهذه الأصنام، ألا تخاف يا إبراهيم أن هذه الأصنام يعني تنتقم منك وتفعل بك وتفعل؟ فقال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنتم عم تخوفوني بالأصنام وبتكون إياني أخاف من الأصنام، وأنتم لا تخافون من الله سبحانه وتعالى. وكيف أخاف ما أشركتم؟ أخاف
ما أشركتم بالله عز وجل، يعني أخاف هذه الأصنام، ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى وأشركتم بعبادة الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام، وأنكم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وهذا يعني صورة بلاغية جميلة جدا، أنه قال ولا تخافون أنكم أشركتم ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من قال أحق بالخوف؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنا أعيش بأمن وإيمان، أنا أعيش في هذا الجو العظيم من إيمان بالله عز وجل بهذه الطمأنينة حتى آخر لحظة، حينما يعني كان القول الفصل بأن يحرقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربطوه بالحبال ووضعوه بالمنجنيق، والملائكة ضجت في السماء أنه يا رب هذا إبراهيم، يريدون أن يقذفوه في نار، أي نار هذه التي يقذفونه بها؟ النار التي جمعوها خلال ما يقارب من سنة أو أكثر، يجمعون الحطب ويجمعون الحطب في واد، حتى أن المرأة كانت إذا مرض ولدها، إذا مرض ولدها تقول إذا شاف الله، إذا شوفي ابني فسوف أضع حزمة من حطب لحرق إبراهيم. شو عم تندر نذر؟ إذا مات، إذا شوفي ولدها فإنها ستضع حزمة من الحطب من أجل حرق إبراهيم. وإبراهيم في كل الاطمئنان مسجون ينتظر، أنه هو كان كسر الأصنام وينتقمون منه بالحرق، وهو ملتجئ إلى الله وقلبه مع الله سبحانه وتعالى لآخر لحظة، فوضعوه بالمنجنيق، الملائكة ضجت في السماء، نزل جبريل يقول ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما لله عز وجل فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، يكفيني الله عز وجل، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حينما أرادوا أن يلقوه في النار، فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار كوني بردا، هو بس بردا، قال لو كانت النار بردا لا تأذى من شدة بردها، نار كوني بردا وسلاما، فهي باردة وسلام، لم تؤذيه أبدا، ما أحرقت منه إلا الحبل الذي قد ربط به من دون أن يؤثر هذا الحرق على جلده. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا يعني الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه متعلقة بالموضوع من ناحية ثانية. إنما ذلك، عدوني بعدك عنه، بعد هوني لهنيك لهنيك، بعد عنه ما تعدوا تلعبوا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه كثير من الناس بيفهموها يعني شو بيقولوا صورة عكسية. الشيطان مين بيخوف يا دكتور؟ الشيطان بيخوف أولياءه، ما هو صاحبه أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. الخطاب لأهل الإيمان، يا أهل الإيمان لا تخافوا من أولياء الشيطان.
هيك. إنما ذلك الشيطان يخوف، أي يخوف المؤمنين بأوليائه. يخافون دول عندهم قنابل وعندهم طيارات وعندهم صواريخ، ودول عندهم منهم إجرام وعندهم منهم حبوس وعندهم تعذيب وعندهم، ولكن المؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل. شلون انتبهت شلون صارت الصورة يا أخونا الدكتور؟ انتبهت؟ أي هذا بعيدة بعيدة أكثر من هنا. إنما ذلكم الشيطان، الشيطان شو مهمته؟ يعني يخلي المؤمن يعيش بخوف وقلق، ما هي؟ فإذا كان الشيطان بده يخوفهم لأوليائه للكافرين، شو استفاد هو صحبه وياهم؟ ايش بخوفه؟ هو ما بخوف الكفار، هو بده يخوف اهل الايمان. اذا شلون نفهم الآية؟ انما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه فلا تخافوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. وخافوني الأصل المؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل. لذلك بلال المعذب كان يقول يعني والله ما نخاف منكم أحد أحد، ثم قال لهم والله لو كنت أعلم أن هنالك كلمة تؤذيكم أو تغيظكم أكثر من أحد أحد لقلتها. لو في كلمة تخوفكم أكثر، ما بتخوفكم، بتغيظكم أكثر لقلتها. ما في كلمة بتغيظكم أكثر من أحد أحد. وما رضي لما يعني نزل الإذن لعمار بن ياسر أنه يعني من شدة العذاب أن يتلفظ بالكفر، وقال لهم يعني بعض المسلمين قالوا ترى أذن لعمار من شدة العذاب أن يلفظ بالكفر مش هيخفف عنه. قال ذلك يعني صغير ولا يتحمل مثلي، أنا رجال بتحمل، والله لا ألوث لساني بالكفر بعد أن طهره الله بالإيمان. مستحيل هذا يفعل ما بدا لهم. نعم. إذا هنا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. الأصل أنه أنت تخافوا، أنتوا تخافوا أنكم مشركين بالله عز وجل، فالله ينتقم منكم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنا أعيش بأمن وأمان، أنا أعيش بأمن وأمان، أنتم الذين تعيشون بخوف وتعيشون بخوف دائما من الله سبحانه وتعالى أنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، هنا الظلم الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والإيمان وأن يثبتنا على الإيمان، إنه جواد كريم. ونقف هنا على أن نكمل إن شاء الله في درسنا القادم في موضوع اسم الله المؤمن، ونقول والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع للناس ما يصلح لهم ويصلح حياتهم حتى يعيشوا في أمن وأمان دائمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا.